هلو نتمنى تكونوا مزيان توحشتوني شويه ولا لا. anyway في هذا الفيديو هذا غير جيت باش نقول لكم فين كنت علاش باش ندير فيديوهات وشنو كنت ندير وشنو جديد. غادي نبدا واحد تشالنج اللي سميتو 30 days project making challenge اللي غادي نصور فيه فيديوهات كل نهار نصورهم في نفس النهار ونمونطيهم في نفس النهار ونبارطاجيهم في نفس النهار. هاد التشالنج هذا غادي نصور فيه دي اي وايز دي فلوغ ولا شي طلعه ولا شي فيديو شي فكره ديال شي فيديو اللي جاتني في عقلي غادي نصورها ونبارطاجيها معكم. نتمنى يعجبكم هاد التشالنج هذا. البروجي الثاني اللي غادي ندير غادي نوريكم كيفاش ديروا تصوروا بالتليفون. خلاص خديت واحد الماتيريال واحد اخر مايك وواحد البانو ليد وواحد اللعيبات واحد اخرين اللي غادي ندير عليهم ريفيو. هادشي خديته باش نوريكم كيفاش زعما تقدروا تطوروا من الكواليتي ديال الفيديو وهيب شي ماتريال اللي رخاصين شوية. وفي الشهرين هادي كنت في جوجب دير ستاج. جوجب اللي ما تعرفهاش هي واحد ديجيتال كومباني اللي تدير رانك باسيون ديال لي طالون. يعني الا عندك شي كونسيبت ديال شي فيديو ولا شي حاجه في هذا المجال هذا تقدر تمشي عندهم يديفلوبيوها معاك ويصوروها لك تجي لك شي. الا بغيتي تعرف اكثر تقدر تدخل لاباج ديالهم وسولهم تمايا وشوف لي زيكزامبل ديال داكشي اللي عندهم. غادي يجاوبك على كاع الاسئله. كنت داير ستاج في بوست برودكشن يعني داكشي اللي متعلق بالمونتاج والفيلم ميكين باش نحاول نطور بالمهارات ديالي. دوزت وقت زوين اي هاد فان تعلمت بزاف ديال الحوايج جداد الطريقه كيفاش يخدموا وداكشي عجبني البلان. كاين هادشي اللي بغيت نقول لكم ونشوفكم قريبا. تهلاو بيس.